دمرت مقاتلة التحالف العربي آليات تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية شرق محافظة صعدة. وقالت مصادر عسكرية أن مقاتلة التحالف العربي شنت غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات حوثية في مديرية كتاف. وبحسب المصادر فإن الغارات الجوية أدت إلى تدمير عربة حوثية بشكل كامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. وتواصل مقاتلة التحالف العربي في تنفيذ ضرباتها الجوية مستهدفة مواقع وآليات حوثية في مختلف مناطق المحافظة التي تعد أهم عقل الميليشيا الحوثية. أسقطت الدفاعات الجوية للجيش الوطني طائرة مسيرة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا. وأوضح قائد لواء حرب واحد العميد محمد الغنيمي أن وحدة الاستطلاع بقوات الجيش الوطني رصدت عملية اختراق لطائرة مسيرة حاملة لمتفجرات مفخخة كانت تحاول اختراق أجواء المنطقة الإدارية للجيش الوطني في مديرية الصفراء بصعدة، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية للجيش الوطني تمكنت من إسقاط الطائرة وتدميرها. وأكد العميد الغنيمي أن محاولات الميليشيات الحوثية استهداف مناطق الجيش الوطني والمدنيين بالطائرة المسيرة والمقذوفات الثقيلة والمتوسطة تبوء بالفشل. تمكنت قوات الجيش الوطني في جبهة القبيطة شمال محافظة لحج من كسر هجوم عنيف شنته ميليشيات الحوثي على تباب جبل الكوكب الاستراتيجي. وحسب مصادر عسكرية فإن ميليشيا الحوثي حاولت الزحف تجاه مواقع ترابط فيها قوات الجيش الوطني في محيط جبل الكوكب. وقالت المصادر أن كل تحركات وهجوم الميليشيات باءت بالفشل أمام صمود قوات الجيش والمقاومة بتلك المواقع. ودعت المصادر إلى سرعة دعم الجبهة بالعتاد العسكري اللازم لدحر الميليشيات الغازية كون تلك الجبال تطل مباشرة على مناطق واسعة في محافظة لحج. تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة في مختلف محاور محافظة الجوف معاركها البطولية، وتكبد الميليشيات الحوثية الإرهابية الهزائم المتتالية والخسائر الفادحة في المعدات القتالية والأرواح. وأكد القيادي في الجيش والمقاومة العميد صالح الروسا بأن الهجمات التي يشنها الجيش الوطني على عناصر الميليشيات المتمردة لا تتوقف، إضافة إلى أن المعارك متواصلة على امتداد جبهات الجوف. وأفاد بأن الميليشيات الحوثية باءت بالفشل وأن محاولات التسلل التي تنفذها تقع في فخ قوات الجيش الذي أوقع العشرات من الميليشيات خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن يقظة أبطال الجيش والمقاومة ومعنوياتهم العالية هي الصخرة التي تحطمت عليها كل محاولات الحوثي وأذنابه في جبهات شمال وشرق الجوف. وأضاف أن الميليشيات فشلت في اختراق مواقع الجيش المتقدمة وأن من لا يقتل من عناصرها يتم القبض عليهم، كما حدث خلال اليومين الماضيين في محاولات للميليشيات اليائسة التي لم تجن منها سوى الجثث التي ملأت الشعاب والوديان، إضافة إلى الجرحى أو المقبوض عليهم. وقال مبشر الشعب اليمني أن الأمور بخير وأن الجيش والمقاومة بالقرب من مدينة الحزم والحوثي مهزوم وأصبح جماعة إرهابية وستنتهي عما قريب. تكبدت ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا خسائر جديدة في صفوف عناصرها جراء محاولتها اختراق خطوط التماس غرب مدينة حيس جنوب الحديدة. وأفاد مصدر عسكري أن القوات المشتركة تصدت لعناصر من ميليشيات الحوثي الانقلابية حاولت التسلل لاختراق خطوط التماس غرب حيس تحت غطاء ناري مكثف. وأضاف المصدر أن القوات المشتركة كبدت الحوثيين خسائر فادحة في صفوف عناصرها، فيما لاذ الناجون من العناصر المتسللة بالفرار. يشار إلى أن العشرات من مسلحي ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم، فيما جرح آخرون في هجوم أحبطته القوات المشتركة في مديرية الدرهمي. أعلن مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن تنفيذ عملية إتلاف وتفجير ل1513 لغما وقذيفة غير متفجرة في مديرية ذباب بالساحل الغربي. وقال القائم بأعمال فريق جمع وإتلاف القذائف المهندس يحيى عاطف أن عملية الإتلاف التي نفذها فريق جمع القذائف بإشراف خبراء مسام شملت على 92 لغما مضادا للدبابات و12 لغما مضادا للأفراد وحسب موقع المشروع. وشملت العملية 224 قذيفة منوعة و449 فيوز متنوع و792 ذخيرة متنوعة، بالإضافة إلى صاروخي طيران وعبوتان ناسفتان. وأشار إلى أن الألغام والقذائف التي تم إتلافها تم نزعها من قبل فرق مسام العاملة في مديريات المخا الوازعية والعمري وكهبوب وجبل الشيخ سعيد والخوخة والحنيشية وغيرها من القرى والمناطق في الساحل الغربي.